مرحبا مشاهدينا الكرام، أنا أم علي وأهلا وسهلا فيكن. أنا هون لأتأكد أنكن رح تعجنوا كل شهر. اليوم رح أعطيكن أهم وصفة عندي. هالوصفة مش لعلمك طريقة العجينة بالمقادير، هالوصفة تعلمك تعجني عجينة مزبوطة. شوفي كيف طلعي بالعجينة كتير منيح، وتأكدي أنه العجينتين مثل بعض، يكونوا زيت الشكل وزيت اللون، ما تكون واحدة أغمق أو أكبر من التانية. ما لازم يكون في كتال ولا شيء طري بزيادة عن غيره. وهلأ بصبيعك الثلاثة وراحة الكف فبتضغط منيح بشكل دائري من برا لجوا لتوصلي للنص. انتبهي لأنه الكتل أوقات ما بتبين من أول لمسة. هلأ بدك تضغطي على العجينة بخط مستقيم. وأخيراً بتمسك العجينة هيك وبتكبسي عليها، ما طلع منها أي شيء سائل، يعني العجينة سليمة. لما بتخلصي من أول عجينة حبتعيدي نفس الخطوات على تاني عجينة وبتتأكدي منها أنها سليمة ومنيحة. بس هيدي الوصفة صحتها بكثرتها، فتذكري هالثلاث خطوات لما بتخبزي مرة بالشهر. مثل ما بنشارك بعضنا الخبز والقعدة الحلوة، شاركي هيدا الفيديو مع كل البنات والستات اللي بتعرفيهم ليحافظوا هني كمان على صحتهم. خبزتي؟